أعلن السيد علي بن حمود البوسعيدي أن افتتاح متحف بيت الغشام بولاية وادي المعاول سيكون في شهر نوفمبر المقبل، تزامناً مع احتفالات البلاد بالعيد الوطني 46 المجيد. نظم التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة احتفالاً دينياً بمناسبة ذكرى غزوة بدر الكبرى بمشاركة فضيلة الدكتور مساعد المفتي العام للسلطنة. أوضح تقرير صادر عن منظمة أوبك أن إيرادات صادراتها النفطية هبطت 46% في 2015 مسجلة أدنى مستوياتها في 10 سنوات.